مع استمرار الحرب في غلاف غزة، تواصل إسرائيل فرض إغلاق المعبر الحدودي اليتيم الذي يربط الضفة الغربية بالعالم الخارجي. الإدارة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية قالت إن السلطات الإسرائيلية أغلقت معبر الكرامة لليوم الثاني على التوالي في كلا الاتجاهين لسفر الفلسطينيين خارجاً. لابد عليهم من المرور عبر ثلاث محطات فحص أمني، فلسطينية تسمى الكرامة، وإسرائيلية تسمى ألمبي، وأردنية تسمى جسر الملك حسين، قبل أن يسمح لهم بالسفر. وفي ظل الإغلاق الإسرائيلي لم يسمح لمئات المسافرين الفلسطينيين العالقين في الطرف الأردني بالعودة إلى بلدهم. وسكروا احنا هناك، قعدنا بجيب للساعة 10، بعد العشرة ولا بكون اغلق، حتى اغلق وبشرب افتح. اليوم رحنا نفس الاشي بعد 9:30 ولا بكون اغلق حتى اشعر الاخر. لا تغلق إسرائيل هذا المعبر الحدودي إلا أياماً وساعات محددة من العام بمناسبة الأعياد، فيما لم تعلن رسمياً سبب إغلاقها للمعبر هذه المرة، لكنها منذ التصعيد في الجنوب فرضت ما يشبه الحصار على الضفة، فقد شددت من إجراءاتها وأغلقت عشرات الحواجز والمعابر بما فيها منفذ الفلسطينيين الوحيد إلى العالم.